الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأً وخبراً. اقترب اقترب اقترب، تشكيلة واسعة من أجمل الأفعال التي تنصب مفعولين. سيدتي، هل أساعدك في شيء؟ نعم، أنا مهووسة بالأفعال التي تنصب مفعولين، ولكنني لا أعرف ماذا أختار. أوه، هل أستطيع معرفة اسمك الكريم أولاً؟ أنا حائرة. ولما الحيرة يا سيدتي وأنت أمام أشهر مندوبي المبيعات لأفضل أنواع الأفعال؟ لا لا، أنا أدعى حائرة، وطلبي هو أفعال تنصب مفعولين، ولكن ليس أصلهما مبتدأ أو خبر. طلبك موجود لدي وبكميات وافرة وبأشكال وألوان زاهية. تفضلي يا سيدتي، انظري إلى هذا الفعل الرائع، كسى. لا أعرف، أنا حائرة، هل هو حقاً فعل ينصب مفعولين؟ طبعاً، انظري إلى هذا المثال، كسى المعلم المتفوق وشاحاً. الفعل كسى لم يكتفي فقط بالمفعول به الأول المتفوق كي يكتمل المعنى، بل احتاج إلى مفعول به ثان هو وشاحاً. فعلاً، إنه فعل مذهل، ولكن كما قلت لك لا أريد أن يكون أصل المفعولين مبتدأ وخبر، لا أريد أن أتورط، خصوصاً أن الأفعال المباعة من عندكم لا ترد ولا تستبدل. ومن قال إن أصلهما مبتدأ وخبر؟ سأقنعك بطريقة ثانية، جربي حذف الفعل والفاعل من الجملة، ماذا يبقى؟ المتفوق وشاح؟ ما هذا التركيب الغريب العجيب؟ إنهما ليسا مبتدأ وخبر. كلامك صحيح. أنا حائرة، هل من أفعال أخرى من فضلك؟ لا تتعجلي باختيار الفعل يا سيدة حائرة أبداً، تفضلي هذا الفعل الجديد وأنا متأكد أنك ستشترينه لا محالة، أعطي. يا لجمال هذا الفعل، فأنا أحب العطاء، ولكن هل أنت متأكد أنه طلب المنشود؟ طبعاً يا سيدتي، طبعاً، تستطيعين توظيفه في أي جملة تريدين، أعطي الناس حقوقهم. فعلاً، أستطيع تمييز المفعول به المنصوب الأول الناس والمفعول به الثاني حقوقهم. ولو حذفت الفعل والفاعل أعطي والضمير المستتر الذي تقديره أنت، سيكون لديك تركيب ليس بمبتدأ وخبر، الناس حقوقهم؟ ما هذا التركيب؟ هل أغلف الفعل بأوراق هدايا مميزة؟ حسناً، سأشتري هذا الفعل. بأمرك، هل أغلفه بورق هدايا أحمر أم أزرق؟ ولكنني حائرة. ولما الحيرة؟ الأحمر لون جميل والأزرق لون مميز. لا، أريد فعلاً آخر إذا سمحت. أرى أنك تسعين إلى التميز يا سيدة حائرة، وهذا ما يحيرك، أقصد ما يميزك. ما رأيك بهذا الفعل؟ ولكن لا تخبري أحداً أنني أعطيتك إياه بهذا السعر، إنه فقط من أجلك. تسقي 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 الأم طفلها حليباً. يا السلام يا السلام، هذا هو ما أردت إخبارك به، مثال رائع وفعل أروع. ما رأيك، هل تريدين شراءه؟ أنا؟ قبل أن تدخلي في دوامة الحيرة يا سيدة حائرة، أريد أن أقدم لك عرضاً مميزاً، مع هذا الفعل سأعطيك فعلاً آخر بالمجان. الفعل هو منع. منع؟ نعم. هل هو حقاً ينصب مفعولين؟ طبعاً. وهل أصلهما ليس مبتدأ أو خبر؟ لا مجال للشك،
انظري كيف أن هذا الفعل يتوظف في هذه الجملة بشكل مميز. منعني الأرق النوم. انظري لجمال ورقة المفعول به الأول، الضمير المتصل ياء المتكلم. وانظري أيضاً لروعة المفعول به الثاني، النوم. أنا موافقة، قم بتغليفهما لي. يا أولادي يا أولادي، هذه الخلافات التي تحدث بينكم يجب أن تنتهي. أنتم أخوة، أسألكم الاتحاد فيما بينكم. هل سمعت ما قالت؟ أسألكم الاتحاد فيما بينكم. المفعول الأول هو كاف المخاطب، والمفعول به الثاني هو الاتحاد. أسأل، كم هو رائع هذا الفعل؟ سيدتي، هل أخذت هذا الفعل أسأل من محل ما قريب من هنا؟ سمعتك تتحدثين عن أبنائك منذ قليل، ما هي قصتهم؟ الواقع أن الفعل أسأل هو ما دفعني كي أسألك هذا السؤال. إنها قصة طويلة يا أختي، ماذا أقول لك حتى أقول؟ عفواً يا سيدة ساهرة، أريد تغليفاً. ماذا؟ قلت ساهرة؟ هل تعرف ساهرة جارتنا؟ قلت لي إن أفعالك مميزة ولا أجدها عند أي أحد. لحظة، أقصد سيدة حائرة. تخيل لو اشتريت من عندك أفعالاً يمكن أن أجدها في بيت جارتنا ساهرة. لا، لن أشتري منك شيئاً. ولكن... وأنت، أكملي لي قصتك وقصة أبنائك. يا سيدة حائرة، أنا من احتار معك يا سيدة حائرة.